مساء الخير عزيزي المشاهد. في ناس حياتها بتتقاس بالطول، لكن في ناس حياتها بتتقاس بالاتساع والعرض. في ناس بتكتب حروفها في سجل السماء بحروف من نور، وناس واخداها مشغولياتها واخرها من القماش مترين ومن الكلمات سطرين في جرايد الارض. في ناس عندها رؤية وناس حياتها عفيفة، ناس معدنها أصيل وقلوبها طيبة وشريفة. قديس معاصر هنتكلم عنه النهاردة اسمه الدكتور ناصر خليفة. ويمكن البعض يستغرب ليه الدكتور ناصر خليفة، ليه في الحلقة دي بالكامل بتتكلم عن حياة ورحلة ومسيرة الدكتور ناصر خليفة. خلينا أقول إحنا بنعمل الحلقة دي ليه، عشان ما حدش يسأل إيه الفكرة في الحلقة وإيه الهدف وإيه النتيجة. هقول بسرعة ثلاث كلمات. إحنا بنعمل حلقة عن الدكتور ناصر تمجيدا للآب، بنعمل حلقة عن الدكتور ناصر تعليم الكتاب، بنعمل حلقة علشان بالتحديد جيل الشباب. رقم واحد تمجيدا للآب، احنا مش جايين نمجد شخص، لكن جايين نمجد نعمة الله في هذا الشخص، جايين نمجد أصابع الفخاري الأعظم اللي عرف يعمل وعاء محترم، يعمل آنية للكرامة اسمها الدكتور ناصر خليفة. وقف الرب يسوع لكل المجد في يوحنا 17 يقول للآب أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. وتقال عنه بروح النبوة في سفر المزامير ها أنا زاجئت بدرج الكتاب، مكتوب عني إن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. استطاع المسيح له المجد وهو على الأرض أن يمجد الآب. أعتقد بل متيقن كل اللي يعرف الدكتور ناصر يستطيع أن يقول هذا الرجل مجد الرب، مجد الرب في حياته، مجد الرب في كلماته، مجد الرب في صمته. فرقم واحد هذه الحلقة قبل أن تكون إكراما لهذا الشخص العظيم، والكتاب علمنا الكرامة لمن له الكرامة، هي تمجيدا للآب. وعايزين نقول للناس إن نفس الأنامل التي صنعت من خزف هذه الآنية الكريمة لم تزل تعمل، والدولاب لم يزل مستمر، حتى أنه يستطيع أن يخرج لا آنية بل أواني، لا وعاء بل أوعية. رقم اثنين، احنا بنعمل كده مش بس تمجيدا للآب، لكن بنعمل حلقة نعم لقول الكتاب. الكتاب قال لنا اعملوا كده، فين قال الكتاب اعملوا كده؟ كاتب رسالة العبرانيين اصحاح 13 قال اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الرب. مش بس كده، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فالكتاب علمنا مش بس نذكرهم، لكن كمان نتعلم منهم. الدكتور ناصر قديس معاصر ياما علم أجيال وياما تلمذ أجيال، فاحنا النهاردة عايزين نلقي الضوء كيف استخدم الرب الدكتور ناصر لكي ما يكون سبب بركة. وزي ما قلت الكرامة لمن له الكرامة، كان إناء مكرم يستحق أن نكرمه ولو بشهادة قليلة. رقم ثلاثة، ودي فرقة معي جدا، قدوة لجيل الشباب في أيام عزت فيها القدوة. في أكتر أيام بنسمع فيها عن ناس بتلحد، عن ناس بتنتحر، عن ناس هجرت الكنائس، يقولك مش شايفين قدوة في الكنيسة. بس الرب النهاردة جاي يقول للناس أبقيت لنفسي 7000
ركبة، لسه عندي ناس نظيفة، لسه عندي ناس محترمة، لسه عندي ناس بتمجدني. يمكن ملت آذاننا وتعبت أبصارنا مما نرى ومما نسمع من أشخاص مؤثرين ولا سيما في حقل الخدمة، لكن الرب جاء النهاردة يقول لك لسه في ناس بتكرمني، لسه في حد بيخدمني. ده السبب الثالث والأخير اللي بسببه بنتكلم عن الرائع، مش حابب أقول كلمة الراحل، الرائع الجميل الدكتور ناصر خليفة. من هو الدكتور ناصر خليفة؟ للي يمكن قبل كده ما سمعش عن الدكتور ناصر، دكتور ناصر خليفة من مواليد 30/8 سنة 1965، مواليد قرية سفلاج مركز أولتا في سوهاج. درس الابتدائية والإعدادية في مدارس القرية، تغرب لأول مرة من سفلاج لسوهاج، ودرس الشهادة الثانوية وتخرج من مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض. اتخرج الدكتور ناصر من كلية الطب البيطري في مايو 89، ونشكر الله لأجل حياته اللي مليانة بالخير والبركة. أتم الخدمة العسكرية في سنة 90 وسنة 91، التحق بالعمل الحكومي في نوفمبر 93، وتقريبا أنهى العمل أو تفرغ وساب العمل الحكومي في 2000. هذا الرجل العظيم خدم سنة 98 و99 و2000، نص وقته كان مديه لعمل الرب بدون مقابل. خدم من 3 لـ4 سنين مع البشمهندس بهجت زاخر. الرب باركه من سنة 2000 لغاية الأيام اللي وصل فيها للمجد، متفرغ تماما لخدمة الرب. من 2 و3 الرب استخدمه وباركه كنائب لرئيس رابطة الشباب الإنجيلي. بشكر الله لأجل حياته ولأجل خدمته. من هو في ثانوي كان ليه تأثير في كنيسة نهضة القداسة بسفلاج، كنيسة نهضة القداسة بسوهاج، جمعية خلاص النفوس بسوهاج. أيام الفترة الجامعية كان مسؤول عن الاجتماعات الفرعية بكنيسة نهضة القداسة في القرية. بشكر الله لأجل حياته الشاهدة. كان معلم وكارز ومبشر وإداري وراعي ومشير، حاجات كتير هنسمع عنها كتير. خليني أرحب بضيوفي اللي مباركنا في القاهرة ومنورنا في الاستوديو النهاردة. أخوي الحبيب الأخ جمال حلمي، أهلا بيك. أخوي الفاضل الدكتور وجيه قط، أهلا وسهلا بيكم. حضراتكم من الكوادر والكتاف اللي شايلين الخدمة مع الدكتور ناصر، ربنا يبارككم ويستخدمكم. مدام ساندي، وجودك النهاردة زي ما كنا بنقول قبل الحلقة، لو ما تكلمتيش بس وجودك في الاستوديو النهاردة قدام الناس أعظم شهادة. حد كان بيقول لي من يومين، مدام إيمان ثروت بتقول لي إنه تقريبا لولا ساندي ما كانش الرب أبدع في الدكتور ناصر هذه الروعة. فعلا أنت بتحققي الكلام اللي بيقولوه خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة. ودايما دكتور عاطف ألبرت بيقول إنه قوة وعظمة الصاروخ اللي بينطلق من القاعدة الثابتة، فالبيت هو القاعدة اللي من خلالها بتنطلق صواريخ للفضاء. إذا كان الرب بارك الدكتور ناصر فأكيد حضرتك ليك دور كبير. أهلا وسهلا بيكي، منورانا ومباركانا. كمان بشكر الله لأجل يوسف وكلارا، نورتونا وباركتونا. إذا كانت ماما بركة لكل الستات زوجات الخدام، فأنتوا بركة كبيرة لكل الشباب والشابات اللي بيفتخروا بأب رائع زي الدكتور ناصر. صمو الحبيب بشكرك، انت منورنا ومباركنا، قدام متشجعين بوجودك معانا. باهر وماريو منورنا، بشكر الله لأجل وجودكم وسطينا، بشكركم كلكم. خلينا نبدأ بترنيمة مع أخونا صامويل، وبعد كده نبدأ الكلام مع أختنا سنتي. يجرح يعصب يسحق يشفي، يمسح دمعي بحبه الصافي، يرتاح قلبي ويهرب حزني لما ياخدني في حضنه الدافي. هللويا. يعصب يسحق يشفي، يمسح دمعي بحبه الصافي، يرتاح قلبي ويهرب حزني لما ياخدني لحضنه الدافي. يدي سلام رامي الأزمات،
يا على الشكر فوق الأنان والقلب يفيد بالترنيمة. ربي ده إله التعويضات يسندني ويداوي ألامي بلمسات لطف وحنية، ينعشني ويحيي لي أمالي بهمسات عطف وتعزية، يديني سلام رغم الأزمات. يا على الشكر فوق الأناس والقلب يفيد بالترنيمة. كل الأشياء تعمل للخير، ده يخلينا ما نتذمرش، وأمنته ما فيها تغيير. ربي ده حكيم ما بيغلطش، سلام رغم الأزمات. يا على الشكر فوق الأنان والقلب فيه بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات، من غيره يقدر يداوينا، أصله مجرب من قبلينا، يرحمنا ويمسك بإيدينا، يرزي ضعفنا ويقوينا، يدينا سلام، يديني سلام رغم الأزمات. يا على الشكر فوق الأنام القلب فيه بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات، بصلاحه راح نشهد على طول وهنهتف له بأعلى الأناشيد، يوم عكست هنقول دي أمانته في كل المواعيد. ادي سلام رغم الأزمات، يا على الشكر فوق الأنان والقلب فيه بالترنيمة. ربي ده إله التعويضات. مدام ساندي، يمكن لما نتكلم عن الدكتور ناصر كخادم هيكلمونا حلو عنه الأخ جمال والدكتور وجيه بصفتهم ناس كانوا معاه في المكان، في الخدمة، في السفر، في الحركة، في التدبير، وأكيد حضرتك كمان لأنك قريبة من الخدمة ومطبخ الخدمة. لكن حابب تكلمينا كزوجة الخادم، كزوجة رجل الله، إيه اللي كنت شايفاه في الدكتور ناصر؟ أكيد شايفة كتير، لكن إيه أكتر حاجة معلمة فيك ومؤثرة فيك وأنت بتكلمين النهاردة مش على الدكتور ناصر الخادم ولا الواعظ، الزوج، الأب، المثال اللي برة وجوه؟ تفضلي. يعني ناصر كان أكتر حاجة حقيقي جدا، وكان اللي بيقوله على المنبر أنا كنت بركز فيه قوي، يا ترى هتعيش ولا لأ. فكان عايش كل اللي بيقوله بالحرف، برة زي جوه. شكرا الله. كان مثال حقيقي لمحبة المسيح الغير مشروطة ليا، يعني بيحبني محبة مش تحت أي شروط، مش مهم حالتي، مش مهم نفسيتي، مش مهم متضايقة، طول الوقت متاح معايا.
مهما كان مشغول. يعني هو لو مشغول اليوم كله هو عنده استعداد انه في نص ساعة ولا ساعة اقضيها في البيت يغطي كل احتياجاتي، يغطي كل عواطفي، يساعدني اوصل للحاجات اللي انا احط نقط قوة في حياتي. نعم. كانت في حاجة بهراني فيه قوي، ان عينيه كانت بتلمع بيا طول الوقت. كنظرة الخطيب لخطيبته قعدت مستمرة 25 سنة. شكرا الله. عينيه ما اطفتش، محبة سندة، يتكلم عني كلام إيجابي طول الوقت. شكرا الله. أول ما تفرغ ناصر قال لي أنا مش هتفرغ إلا ما أخد موافقتك، يعني لازم توافقي، أنت شريكة معايا، الضريبة اللي هدفعها هتدفعيها وأكتر منها. فأنا ارتبكت، قعدت في حدود أسبوع أو 10 أيام خايفة، خايفة ما أكونش السند ليه، ما أكونش الدعم الكافي إن هو يقدر إن هو يكون صورة المسيح الحقيقية أو تعصره. لكن لولا ما ارتحت خالص، لولا ما فعلا اتفرغ فاحتملني واحتمل ان انا مش قادره اخد القرار، شجعني سندني. كمان ناصر عمره ما غير، يعني كان يغير من نجاحي. يعني انا كنت بخدم خدمه المراه والبنات، كان يشجعني ويقف في ظهري ويساعدني اشوف اكتر ويساعدني اكتشف في نفسي مواهبي. ما كانش يغير، ما كانش يعني بالعكس يفتخر ان انا مسؤوله في الخدمه واني بيباركني. يبقى هو تحت اقول لناصر اطلع قود، يقول لي لا انت تطلعي والستات والبنات اللي معاكي هم اللي يطلعوا، انا اشجعكم انا بارككم. كان شخصيه متفرده الحقيقه. شكرا. يعني يصحى الصبح كميه الحنان والحب يعني مش طبيعيه، لازم جرعه كده الصبح لينا كلنا وجرعه بالليل اول ما يدخل. شكرا. احضان بوس، لو جاي من السفر الساعه 3 الفجر وانا تعبت يكون يا دوبك عينه غفلت، يقوم من احلاها نومه تعبانه بايه ويجيب كل العلاج. و يعني حنية كانت حنية المسيح. شكرا. فحقيقي كان متفرد في حاجات كتيرة، يعني أنا كاتبة ورقة طويلة يمكن مش قادرة أتكلم كتير عن صفات كتيرة جدا. لكن كان دايما بيحسسني إن أنا محتاجك معايا في ظهري، دايما بيحسسني إن أنت جزء من البركة دي في حياتي، فبيخليني إن أنا يعني أقف جنبه بكل طاقتي. لو أنا تعبانة جسديا يقولي مش مهم البيت، مش مهم الاكل، لو انت تعبانه انت اهم، انت اولى. فكان دايما ساندني رافعني، بيقبل ضعفي، بيشوفني قويه، حاجات كتير قوي. يعني ناصر كان حقيقي صوره المسيح اللي كانت بتمجد ربنا. عدوا 25 سنه ما حسيتش بيهم. شكرا الله. كان دايما بيعاملني كاني يعني بنته كده، عارفه ما تحس باحساس البنت. وصاحبي اللي اشتكي له ما اتكسفش، مفيش حدود للعلاقه للكلام بينا. يعني اعرف احكي كل حاجه بدون ما اخاف من حاجه، بدون متفتحين على بعض، كانوا صديق. بالظبط. الصديق كان اكتر من الزوج. صديق متاح ليا، يحبني يحتملني، كان سند، كان بركه، لما يلاقيني ضعيفه وواقعه يصلي معايا، يمسكني وما تخافيش، الرب هيسندك، الرب هيشجعك. فتحس ان في حاجه كده دافعاك لقدام دايما. هللويا. كان دايما مرايتي. المراية اللي تكشف لي قوتي وضعفي. خلي بالك من دي، خلي يعني يعني ينور عيني على نقطة الضعف اللي أطورها واشتغل عليها. فكان راعي بره وكان راعي جوه. شكرا الله. شكرا. ف يعني زوج مثالي جدا، كان بيهتم بكل تفاصيل حياتي. حلو. شكلي، لبسي، عايزني أكون صورة المسيح، دايما يهتم بتفاصيل النعمة اللي في حياتي. فكان صورة مميزة جدا جدا. ربنا يباركك، شهادتك شهادة حية لكل حد بيسمعنا دلوقتي. كيف يكون الخادم كزوج، ازاي يكون في البيت؟ عجبتني قوي العبارة اللي بدأت بيها، كان حقيقي. كان دكتور ناصر على المنبر لا يختلف اللي في عن الشخص اللي في البيت. أشكر الله لأجل شهادتك، شهادة مثالية وشهادة حية. في نقطة أخيرة بس حابة أضيفها. اتفضلي. إن هو في البداية حط الهدف إن الهدف هو الرب. مهما اختلفنا كبطبيعة رجل وامرأة، طبيعي إحنا الحب بينا هيكمل، مش ممكن هنفترق عن بعض. وكان حاطط مبدأ إني مهما اختلفنا مش هننام غير لما نصفي كل خلافاتنا. رائع. نقعد للصبح بس مش هتغمض عينينا غير لما كل الخلافات دي تنتهي، وبنقوم أقوى من الأول. ما كانتش في مشاكل بتضعفنا وتوقفنا، لا بنقوى، بنعرف بعض اكتر، بنقرب من الرب لان هو الاساس. فكنا دايما بنشوف الرب في وسطينا والرب معانا. يعني ربنا يباركك. شكرا.
شقيقي الغالي، أخويا الحبيب، رفيقي المخلص، ظهري وعكازي، صديقي الأمين، حزن أحزاني، فرحة أفراحي، فكرنا معا، حلمنا معا، خططنا معا. ده دكتور وجيه كلمات حضرتك نعيت بها الدكتور ناصر على الفيس، ودي كانت كلمات مؤثرة في كل اللي قرأ الكلمات دي. وواضح ان العلاقة بينكم شديدة ووطيدة أكتر من علاقة خادم أو خدام مع بعض. لو سألت الدكتور وجيه من هو الدكتور ناصر خليفة في مخيلتك وفي ذهنك؟ أنا بشكرك يا أسيس لأجل الوقت الغالي ده والوقت اللي عامله لينا كعيلة أخويا الدكتور ناصر، ومعانا عيلته الصغيرة وإحنا عيلته الكبيرة. الدكتور ناصر كان بالنسبة لي ولا زال، وأنا مش بنعي الكلمات دي، تظل حية لحد ما أشوفه في نعم. بيت الآب نعم. الدكتور ناصر بالنسبة لي فعلا أكتر من أخ أكتر من أخ نعم. وأصدق الأصدقاء وأقرب قريب لي نعم. أنا بقول لك والرب شاهد وسطينا، الدكتور ناصر أقرب واحد لي بعد الرب. شكرا الله. مراتي تالت يوم العزاء قالت لي تعرف لما كنت أشوفك مع ناصر أنا كنت ببعد. بقول لها ليه؟ قالت لي المنطقة دي خاصة جدا. الدكتور ناصر الوحيد، وأتمنى ما يكونش الوحيد، والحلقة دي هدفها بنقول اللي صنع هذا البطل نعم. مازال يصنع نعم. بشوف نعم. فيه بصمته في شباب كتير جدا، وأنا متوقع جيل يطلع فيه من الرب من خلال أخويا الغالي نعم. نعم. صدقني يا أسيس الوحيد اللي في هذا العالم اللي كنت معاه كل الحكة مش بيخلص، كل الشفافية مش نعم. بتخلص نعم. اللي قعد معاه وعندي إحساس عميق جدا بالأمان نعم. يعني عايز أقول واشهد للرب اللي في الراجل العظيم دوا نعم. احنا بدأنا 95 الخدمة وزي ما ذكرت حضرتك نعم. بدأنا مع أخونا البشمهندس بهجت زاخر، وهو كان تاني وأنا تالت ليهم نعم. وبعدين جه أخونا جرجس كامل رابع. قبل الخدمة أعرفه من سنتين ونص نعم. 28 سنة يأسيس، ما استطاع مخلوق إنه يفرق بيننا، لم يستطع مخلوق. شكرا الرب. وعايز أقول لك لمجد المسيح الشيطان نفسه ما قدرش يدخل بيننا. هللويا. فعلا فعلا عمق أعماقي مع الراجل ده. شكرا. سر الأسرار، الفرحة اللي ما كانش معايا ما تبقاش فرحة. شكرا الله. يعني هو الرب مديله، يعني فعلا كان، يعني عاوز أركز على ثلاث حاجات. فضل. لكن لو اديتني الفرصة عاوز 28 سنة تاني عشان أوصف أخوي نعم. هذا الرجل العظيم عمره ما أدان أحد نعم. يدين الخطية ويحكم الشخص. عليها بقوة لكن دايما في صف الشخص مهما يجي الشاب ضعيف تعبان واقع يسند وشجع، يسنده أبدا أبدا. الحاجة التانية في الراجل ده اللي أنا بصلي أنه تزيد في كل المؤمنين وخدام الرب الشفافية. عمري ما شفتك يا ناصر بوشين أبدا أبدا، حقيقي زي ما حقيقي بتقول حقيقي. فيش حاجة اسمها ازدواجية ابدا. يعني لو تديني فرصه في كل صف احكي لك موقف قصص اكيد. الحاجه الثالثه، يتم قول الكتاب في اخويا الغالي طوبى للانقياء القلب نعم. لانهم يعينون نعم. الله نعم. عاش طول عمره قلبه نقي. مرينا مع بعض في ازمات طاحنه طاحنه تفتك بابطال وجمال، لكن الرب سندنا. هللويا. مرينا بفترات صعبة جدا جدا. أشكرك. فعلا بكينا وحزننا مع بعض وفرحنا مع بعض نعم. وهتفنا مع بعض نعم. ما في مرة في عمري مسكته وفي قلبه ضغينة ولا كراهية أبدا، حتى من المعاندين والمقاومين. أشكر الله. طوباك يا غالي، طوباك طوباك. أمين. وبصلي من كل قلبي أنه اللي بصليه ونفسي تصلي لنا كمان يا أسيس أمين. إنه الأمان اللي كان بلا حدود بيننا
والشفافية والانفتاح يستمر ويتغلغل في قلب الفريق كله وفي قلب كل المؤمنين. ربنا يباركك يا أسيس. شهادة قوية وشهادة رائعة وشهادة مصدقة، الصدق في عينيك وفي كلماتك، الصدق لا يمثل، وحضرتك بتتكلم عن عشرة مش كلام قريته أو سمعته. الرب يباركك. أخ جمال، حضرتك محاسب وبتشتغل وفي نفس الوقت بتخدم. بيقولوا دايما صعب الواحد يكون معلم ناجح وإداري ناجح، لأنه دايما الشخص الإداري بيخبط في الناس وبيخبط فيهم ويبقى فيه مواقف وحساسيات، وياما ناس نجحت روحيا وفشلت إداريا، وناس نجحت إداريا وفشلت روحيا. إزاي كنت بتشوف الدكتور ناصر الإداري الناجح المحب للكل اللي ممكن يوبخ؟ يعني عارف الدكتور ناصر برضو كان أسلوبه صعب، ما بيهزرش وما بيسيبش الباب موارب، الصح صح والغلط غلط، بس الغريبة يجرح ويعصب، يعني ممكن يكون حازم بس يطبطب بس يحتضن. إزاي حضرتك من الناس اللي خدموا معاه شفته بعارف يعمل القصة دي في معاملته مع ولا سيما الشباب؟ يعني الشاب شوية ما بيقبلش التعنيف، إزاي كان بيقبلوا منه أي حاجة كأب وكأخ كبير؟ أعتقد أكتر حاجة كان كويسة دكتور ناصر في الحتة دي أن هو كان قدوة. نعم، يعني زي ما كانت بتقول أخت ساندي وزي ما كان بيقول دكتور أجيه أنه حقيقي جدا. نعم، دكتور ناصر لما تتعامل معاه حتى لو هو بيشد لمصلحتك، عشان كده مصدقينه وقابلين منه. ف صحيح، اقوى حاجه في الدكتور ناصر انه صادق جدا، زي ما اتكتب عن المسيح. ايوه، ابتدى الامور اللي ابتدى يعملها ويعلم بها. صحيح. فناصر لما كان مثلا عايزنا نصلي، هو مصلي، تلاقي اول واحد يركع يصلي قدام. صحيح. عايز الشباب يشجع، يعني هو كان عنده جزئين، لان احنا الفريق يعتبر مجموعه كبار ومجموعه صغيرين. تمام. هو عارف يتواصل مع الكل. هو ما عندوش ازمه اني عايز الشباب يشتغلوا، تلاقي اول واحد نازل الشغل. اول واحد يتشجع، القدوه. لما عايزنا احنا الكبار تلاقيه برضو لما يتكلم مع دكتور وجيه يتكلم معاه، يتكلم مع باقي الفريق. هو حد عايش قدوه ونموذج، فهو يعني مش بيزقك تعمل حاجة وهو واقف، هو بيعملها قبليك، هو بيعملها قبلك. فأنت طبيعي هعمل زيه، مش قادر تقول له لا، ما هو بالزبط بيعملها وبقبل منه أي حاجة في الحالة. بالظبط. فدي أكتر حاجة عارف الروح القدس يشكل بيها الدكتور ناصر، فبقي زي سيده. رائع. إنه كل حاجة الرب يسوع ما مالش التلاميذ صلي. صحيح. لكن هم جم قالوا له علمنا أنه صلي. صحيح. 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 فالدكتور ناصر كان كده، يعني كان إداري ناجح جدا لأنه صادق جدا وهو بيعمل كل حاجة. زي ما كان بتقول ساندي، أنا عمري ما شفت ناصر بيقول لحد أعمل حاجة ناصر ما عملهاش قبله. أوكي. يعني كان بياخدوا الخطوة قبلينا وبعد كده ياخدنا الناحية. تمام. فعلشان كده عارف يوزن. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا. يوسف، عايز اسالك، بس قبل ما اسالك جاي لنا تليفون مهم جدا من حد انا بالنيابه عنكم عايز اشكره، الدكتور القسيس سمير فهمي اللي احنا واخدين مساحه منه في البرنامج ده، وسمح لنا بالحلقه الجميله وشكرناه انه ادانا فرصه نكرم رمز هو الدكتور ناصر. هيدخل معانا مكالمه تليفونيه دلوقتي وبعد كده نكمل مع حضرتك. الو. الو، حضره القسيس، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، انا بالنيابه عن كل الناس في الاستوديو بنشكرك على الحلقه الجميله دي، وربنا يباركك. ربنا يباركك يبارككم. ده احنا كلنا بنشتغل في عمل الله والمجد الله وامتداد ملكوت الله. شكرا. نحن وكلاء وليس ملاك. ربنا شكرا. يباركك يا رب. شكرا ليك يا حضره الاساس. قوي انك تسمح لي اني ادخل بالمداخله دي. بركة لينا. الجو الفظيع عندنا هنا في كندا. الشتاء شكله بدا. ايوه، بس اشكر رب جدا. ربنا يبارككم ومرسي قوي. وانا بقول فعلا الدكتور ناصر خليفه من الناس الجميله، انا شخصيا يعني استضفته مره، وراجل متواضع ومحب، وكان يعني فيري اوبن، يعني كان بيتكلم بطريقه جميله جدا. صحيح. حقيقي. صحيح. ومشهود له بالامانه، يعني انا شفت الفيسبوك لما انتقل قد ايه الناس علقت واتكلمت. صحيح. على محبته. صحيح. وعلى الغيره، وحطت له جمل كمان كان. صحيح. هو بيقولها فعلا. فبجد انا بعزي وبشجع الاسره اللي فيه موجود منها البعض معاك، وبشجع كمان
طريق الخدمه اللي كانوا بيخدموا معاه. امين امين. والرابطه اللي كان هو جزء منها، يعني بجد انا بعزي مصر كلها. امين. الانتقال حد زي كده. امين. يعني مش عايز اقول بنفقد، لكن هو في مكان افضل. نعم. وهو رب تلاميذ. صحيح. يعني هو رب تلاميذ. صحيح. وربنا يتمجد. أمين. في الـ في الـ في الموجودين يكملوا. أمين. الرساله بتاعته. في اسم يسوع. مرسي قوي، وربنا يبارككم ويشجعكم. شكرا. حلقه جميله باسم الرب يسوع، بيستخدمكم الرب في ملء البركه. ثانك يو اسيس انجل مره ثانيه. شكرا ليك حضر اسيس. وبين كارج، خليك متشجع. شكرا. انت والمجموعه اللي معاك، وربنا يبارككم. شكرا. شكرا ليك يا ابونا، ومرسي على مداخلتك الغاليه، ومرسي جدا انك رحبت بالفكره من البدايه، والرب يباركك. يوسف ارجع لك. سليمان الحكيم قال انه فخر البنين أباءهم. يعني الواحد لما يفتخر يفتخر بأبوه، وأعتقد حضرتك أكثر فخرا بين كل جيلك أنه باباك كان الدكتور ناصر خليفة. أعتقد الكلام اللي عمال تسمعه مش بس مننا، من السوشيال ميديا والناس، دي حاجة ترفع راسك أنه ليك أب رائع زي الدكتور ناصر، لأنه أكيد ليه علاقة ومواقف خاصة جدا بيك، مش كخادم بقى لكن كأب بتلمس فيه الأبوة. ودايما بيقولوا أنه صورة أبوة الله اتشوهت في عين ناس بسبب الأب الأرضي، وحلوت في عين ناس بسبب الأب الأرضي. تقول يا يوسف عن بابا ناصر. في الحقيقة أنا كنت دايما لما بغلط كنت مثلا أروح لبابا أشوفه. كان دايما ببقى عارف غلطي لما بشوفه. يعني أشوف غلطي في دايما في أسلوبي لما بشوف بابا. طريقة والحياة كشاب كان لسه طالع. من 18 وانا عندي 18 سنة. قد ايه انت بتبقى شايف غلطاتك في شخص. ايوه. كانت عينينا دايما ناحية ربنا. بس كان بابا مميز، كان بابا دايما يجتهد في انه ياخد صفات الله. حللوية. كان دايما يجتهد انه يحاول يحول حياته لحياة زي حياة ربنا لما كان على الارض. كان مجتهد جدا انه يجتهد ناحية ان انت تاخد صفات الله. شكر الله. كان دايما كل فترة في حياته تشوف صفة جديدة بتنمو من صفات ربنا. كان عطاء بشع. كان محب بطريقة رهيبة، ما بيكرهش. في حين ان ممكن يبقى في حد واقف قصاده لكن ما يكرهش، بالعكس يقول لك اتجه له. ما تهربش، واجه بالحب والمحبة. هدي لك اقوى تأثير. كان مؤثر، كان ممكن يشوف واحد مرة لكن ما ينسوش طول عمره. ده الراعي بقى، قلب الراعي. مرة. كان في دايما الناس فاكرة ان هو مهملنا في مثلا في البيت من كتر ضغط الخدمة والعدد. أيوة. والناس. أيوة. في الحقيقة هو ده مش حقيقي. كان مهتم. كان مهتم جدا. احنا في وقت في اليوم كان دايما احنا بنقعد فيه مع بعض. كعيلة. أيوة. كان الوقت ده دايما ثابت كل يوم، يمكن يتغير من الصبح لليل لكن يوميا. لكن يوميا في وقت. تمام. ممكن تبقى ساعة ب 12 ساعة. ممكن يبقى أب موجود 12 ساعة بس مش مديك اهتمام بابا في الساعة. بيصفي ذهنه، وجوده لينا فقط. تمام. دعم، دايما دعم. بتشكي مفيش توبيخ. لا، في دعم. دايما واقف وراك. شكر الله. خد على طول، ادي. شكر الله. دايما ما كنتش أخاف من مشاكل. كان بابا يقول لي ما تخافش، روح ما يهمكش. في ظهرك. في ظهرك. انا فاكر يمكن موقف بسيط بس من الحاجات اللي كانت مخلياني جريء قوي للحياه. اطلع ما يهمكش. انا كنت بسوق العربيه وكانت لسه سواقتي ما اتعلمتش، بس كان دايما يقول لي اطلع ما يهمكش. شجعك. ايه هتخاف من ايه؟ ما تقلقش انا وراك. واطلع. للامانه يعني هو كان دايما مصدر الدعم، كان مصدر القوه. نعم. كان بيدينا دايما الطاقة الإيجابية، ما شفناش طاقة سلبية. كنا بنعرف غلطنا بس لما نشوفه. خلاص انت شايف صفات الله في الشخص ده، في شخص، فانت دايما بتعرف غلطك. كنت بصلحه تلقائي من غير ما ارجع له، مش دايما احكي المشكلة. بس ده انا كنت تلقائي خلاص. شكرا الله، ربنا يباركك. فاحنا تعلمنا منه كتير يعني، وكان هو دايما مش لينا احنا بس، الكل، للكل. والشباب كتير كان دايما بيرجعوا يحكوا لنا، بكتشف ان اللي بيعملوا معايا كان بيعملوا مع الشباب بره. نشكر الله. شكرا ليك يا يوسف، شهاده مشرفه بجد. شكرا ليك. انت بتعلمنا احنا حتى كاباء ازاي نحتوي اولادنا الصغيرين ونعملهم بالطريقه دي. ربنا يباركك.
كلارا اهلا بيكي. قد احنا كمان مبسوطين بوجودك معانا. دايما كلارا بيقولوا انه البنت حبيبه باباها، يعني مهما كان في مشاعر خاصه مع ابنه ومع مراته ومع الناس، لكن البنت دي في حته تانية خالص. واكيد انت متاثره زينا كلنا وزي الاسره، لكن نفسي تقولي لنا ولو حاجه بسيطه فرقت معاكي في بابا دي. ممكن اكيد في حاجات كتير معلمه جواكي من خلال حياته، لكن في حاجه يمكن اكتر حاجه بداتي تفتقديها او تخافي تفتقديها، انه بابا مش موجود معانا دلوقتي. بتقولي ايه؟ بصراحه هو بابا كان دايما يناديني يقول لي حبيبه بابا. يعني انا كان كليتي في القاهره وكنت برجع اجازات، وكان هو ساعات بيجي لي القاهره، فكان اول كلمه اول ما يشوفني يا حبيبه بابا، وياخدني في حضنه ويقول لي وحشتيني. ايوه فالكلمه دي يعني انا الصراحه ما كنتش بحسها، لما اشوفها في التلفزيون اشوف ناس بتقولها ما كنتش احسها قد ما اسمعها من بابا. لكن الحاجه اللي انا مفتقداها والحاجه اللي انا عمري ما هنساها بابا الدهاني، هو اداني 24 سنه مليانين من حاجات كتير قوي. اداني 24 سنه مليانين ثقه وحب وحنان يعني ودعم وامان. يعني اداني الحب، كان كل ما يشوفني على طول على طول ياخدني في حضنه ويدلعني وعلى طول يقول لي كلام ايجابي. وحب ما كانش مشروط، لا مشروط عشان شكلي ولا لوني ولا تصرفاتي ولا انا بطلع الاولى ولا ما بطلعش خالص خالص. لا عمره طلب مني اني لا اطلعي الاولى في الجامعه ولا اطلعي الاولى على الدفعه ولا اطلعي الاولى في دراستك، عمره ما طلب مني كده. لكن كان على طول بيشجعني بيقول لي انا بحبك في كل الاحوال. كان بيديني امان ان انا على طول واثقه ان بابا ورايا. يعني في اي وقت، انا عشان كليتي كانت بعيده عنهم، ففي اي وقت اكلمه صبح ظهر ليل فجر، اي وقت اكلمه بابا انا تعبانه، بابا انا محتاجه، بابا انا مش عارفه ايه، بابا انا واقعه في مشكله، بالذات المشاكل يعني كنت بصراحه مصدعاه. يعني كنت اكلمه اقول له بابا انا في حصل معايا كذا كذا كذا، كان يطلع من اجتماعاته مخصوص عشان يرد عليا يقول لي في حاجه، اقول له بابا انا حصل معايا كذا 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 وانا مش عارفه اتصرف، ما تقلقيش، ويفضل يهديني ويهدى خالص ويقول لي ما تقلقيش، فكري معايا كده بس ايه اللي حصل كذا كذا كذا، طب هنعمل ايه، طب كذا كذا كذا. وبلاقيه هو بيزرع جوايا ان انا اللي الاقي الحل اكتر ما هو يبقى يعني يرمي لي الحل بكل بساطه. وكان بيعلمني دايما ان اعتمد على نفسي واقف ومفيش مشكله ومفيش حاجه هتحصل وان دي الحياه وان انا اجرب. وكان دايما بيزرع جوايا الثقه. يعني ما افتكرش مره بابا عمره ما وثق، يعني عمره ما ثقته فيا اتهزت في اصعب الاوقات، في اصعب اللحظات في حياتي كان على طول موجود. ففي وقت صعب جدا عدى في حياتي وكان المفروض اخد فيه قرار مصيري لحياتي، كان ممكن يعني بكل سهوله زي اي اب في الدنيا يعني ياخد القرار بالنيابه عني ويقول لي ده الاحسن لمصلحتك، بس بابا مشي معايا المشوار للاخر. تمام. للاخر يعني. تمام. لغايه لما انا عرفت اخد القرار بنفسي. فبعدين بقول له بابا، كنا راجعين انا وهو سايقين على الطريق، فبقول له بابا هو انت ليه ما خدتش القرار بالنيابه عني؟ ليه ما قلتليش خديه؟ يعني انا خدت القرار وانت خديه. قال لي لو انا كنت عملت كده انت عمرك ما كنت هتثقي في نفسك ولا عمرك. عايزك اعتماديه. بالظبط بالظبط. يعني الاستقلال وتفكري واحده. بالظبط. لا قال لي وبعدين انا كنت واثق فيكي، انا مش قادره انسى الكلمه دي، قال لي انا كنت واثق فيكي ان انت هتوصلي للقرار الصح. حاجات كتير في حياتي زرعها جوايا وخلاني اثق في نفسي واشوف نفسي بطريقه تانية خالص خالص. اهمها فعلا كانت الثقه دي يعني بكل حاجه. كان على طول في القاهره هو مش قلقان، اول كلمه قالها لي اول ما سافرت اول يوم جامعه، انا واثق فيكي ما تخافيش انا معاكي، اعملي اللي انت عايزاه، عيشي حياتك انا واثق فيكي. فكنت بمشي كل خطوه في حياتي وانا عارفه ان انا ورايا ظهر وسند وامان وثقه بلا حدود. علمنا ازاي نقف على رجلينا يعني. دي حقيقي كانت اكتر حاجه هو ادهلنا يعني، وغير الحب والامان والسند الظهر. محبة بلا حدود يعني. بصراحة هو عمره في حياته مؤثر معانا. بابا من واحنا صغيرين زرع جوانا كلمة ربنا من غير ما يعني ما كانش يمسكنا يفضل يقول لنا لا ده ربنا، احنا هنعمل واحد اتنين تلاتة، احنا مش هنعمل واحد بس. هو بالظبط انا طالعة من جوايا، انا اوريدي مزروعة يعني كلمة ربنا جوايا. تصرفاته يعني مزروعة جوايا في ذاكرتي في كل حاجة. كان بصراحة يعني مثال، من غير ما يتكلم هو قاعد في البيت. بالظبط يعني من غير ما يتكلم حرفيا بتصرفاته انا كنت بحس ان انا بتطبع منه.
شكرا يا كلارا، ربنا يباركك، ميرسي جدا. من كام يوم كلمني حد من استراليا في ميلبورن اسمه الدكتور رأفت ساويرس، ما عرفش تعرفوه ولا، بس واخد فترة بيخدم في جمعية خلاص النفوس سوهاج. كان بيحكي لي موقف، قال لي غالبا ما حدش يعرفه في كل الناس الموجودين يمكن غير مدام ساندي بس. قال لي في مرة جالي الدكتور ناصر بسرعة، قال لي عايزك في موضوع شخصي جدا، ودخلنا مكان ما حدش شافنا فيه، قال لي عايزك أشاركك بحاجة تصلي لي لأجلها، وطلع لي شوية ورق كتار، ورق مكتوب بلغة أجنبية، والورق ده إنه في إحدى الإذاعات في أوروبا كانوا عايزينه يكون هو مدير أو مسؤول الإذاعة في أوروبا، وقال لي شفت رقم خيالي ما حدش يرفضه أبدا، فقال لي صلي لي، أنا العمل محتاجني في سوهاج والشغل محتاجني في سوهاج، والإذاعة دي عمل الله، بس الإذاعة ممكن أي واحد يعملها مكاني، لكن عمل الله أنا ليا رؤية، فصلي لأجل الأمر ده. قال أنا قلت له بصراحة أنا لو مكانك صعب أرفض عرض زي كده. قال غاب عني كام يوم، قال لي انسى الموضوع تماما، أنا خلاص الرب اداني رؤية سوهاج الشباب الجامعة، نسي موضوع تماما العقد وأوروبا والإذاعة. ده بيورينا أنه كان شخص عنده رؤية، شخص عنده هدف، شخص عارف ربنا عايز منه إيه. أخي جمال، من خلال خدمتك وعشرتك بالدكتور نصر الوقت اللي فات، انت طلعت اكيد منه بحاجات كتير زينا كلنا، ايه الحاجة اللي علمت فيك وطلعت بيها من هذا البطل العظيم اللي تقدر تقول علمت فيا بجد من الدكتور ناصر؟ الدكتور ناصر زي ما قلنا من شوية انه كان حقيقي جدا، كان يمتلك حق ويعيش الحق. نعم. فكان ما عندهوش حق نسبي، كان عنده حق مطلق. نعم. اني عارف هو بيعمل ايه. عشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي مأثرة قوي فيا، كنا في مؤتمر من المؤتمرات في خلوة بتاعت الاستاف. نعم. وكان بيتكلم عن آية موجودة في تيموثاوس الثانية 1:12. تمام. اللي هي بتقول لأني عالم بمن أمن وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. نعم. إلى ذلك اليوم. نعم. ناصر كان الحتة دي كان مالك الحق الكامل، وانا اعتقد ان كلنا كنا بنتكلم في الحته دي. صحيح. يعني هو عنده امان بطريقه غير عاديه في الرب. نعم. هو عارف الرب وعارف توجهات الرب بالنسبه. نعم. له، وعارف ربنا عايز منه ايه. يعني هو فاهم. صحيح. يعني الدكتور رافت اللي بيحكي القصه لحضرتك. أيوة. هو تقريبا كان الفتره الاخيره. أيوة. تعرض عليه عرض في امريكا ان هو يروح امريكا. كان إجابته حاجة واحدة. أنا عندي رؤية. تمام. في مصر عالما بمن أمن. صحيح. عارف بيعمل إيه. فهو عارف بيعمل إيه. صحيح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحتة المهمة قوي الجزئية في الأمان بتاعه في ربنا. أنه قادر أن يحفظ وديعتي. نعم. وهنا أعتقد دكتور ناصر كان بيحكي لنا فيها في جزئيتين مهمين قوي قوي. قال حياتي اللي دهاني ربنا. نعم. أنا مسلمها له. فأنا. نعم. واثق. نعم. فيه يعني. نعم. هو الدهاني وانا الدهانه تاني. شكرا للرب. وبرضو المواهب اللي ربنا اتمنى عليها والخدمة اللي اتمنى عليها هو مسؤول عنها. نعم. نعم. شفت اول حتة دي في حياته، وشفتها حتى بعد ما وصل السماء. نعم. ان ناس كتير جدا 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 الفترة الاخيرة يقول لك انا شاعر ان الفترة فاتت دي حياتي الروحية مش عايشها صح. ايوه. فانا عايز ارجع عيش صح. تمام. فقدر ربنا مش بس بيستثمر في خدمته حال حياته، لكن حتى بعد ما وصل السماء رب مكمل من خلاله. مكمل بالظبط. يعني حد بيشارك، كان حد في المجموعة بتاعتنا بيقول له أنا ليا كام سنة يعني كنت بخدم وكنت حياتي الروحية جميلة. أيوة. لكن بعد ما وصل الدكتور ناصر السماء حسيت إن أنا إيه اللي أنا بعمله بالظبط، واتخذ قرار إنه يرجع بيعيد ترتيب حساباته. تمام. كأنه ربنا بيقول لي وبيقول لإخواتي إن الإله اللي قدر. أيوة. يشتغل في حياة الدكتور ناصر موجود، يعرف هو موجود يكمل. مش بس ضامن حياتنا حال. صحيح. حياتنا، لكن كمان ضامن حياتنا بعد. أمين. وصول السماء. أمين. شكرا لحضرتك يا جمال. دكتور وجيه، الدكتور ناصر بالمقاييس الأرضية عاش تقريبا 55 سنة. عندنا واحد في كتاب المقدس اسمه متوشالح عاش 969 سنة، ما عرفش كان بيعمل فيه فوميه، يعني الكتاب ما ذكرش حاجة، لكن الراجل الجميل ده عاش 55 سنة أثر، زي بولس. التقليد الكنسي بيقول بولس مات عنده حوالي 63-64 سنة، بس لف العالم القديم
أوروبا آسيا إفريقيا، كتب ربع الوحي المقدس. الدكتور ناصر عمره بالمقياس البشري ما كانش طويل للدرجة، بس الحاجة الغريبة أنه الراجل ده كان كل يوم قيمته وقامته بتعلى بتعلى، وبس في نفس الوقت بيتضع ويتضع ويتضع. في مرات خدام كل ما بيكبروا ما بنعرفش نوصل لهم، ما بنعرفش نكلمه، ويعتقدوا أن ده من عظمة الخادم. إزاي الراجل ده كان قلبه مفتوح بابه مفتوح، رغم التضاع بيوصل للكل، رغم علمه في الكتاب المقدس ومسحته وموهبته، لكن ما حسكش انه احسن منك ولا اعلى منك. دي لمستها فيها ازاي؟ حقيقي دكتور ناصر فعلا فعلا، وانا من عشرتي معاه الطويله فعلا متضع القلب. صحيح صدقني، وكل ما الرب يزيده في نعمه المعرفه والعمق الروحي نعم فعلا زي الغصن اللي بيتملي بثمر وتلاقيه بيتضع. صحيح. الغريب اخويا الغالي يقعد مع اللاهوتيين يحتاروا، ايوه يقعد مع الاطفال، شكر الله، تحس كانه قلب طفل. بصير. انا استغربت كتير انه تاثيره في اولادي انا ما كنتش متخيله. ايوه فعلا يا قسيس 55 سنه كلها عطاء. هللويا. عمر الدكتور الغالي عمره ما تقاس بالطول ابدا. صحيح. ابدا. صحيح. بالعمق. صحيح. كان شعاره ان تكن اولاك صغيره فاخرتك تكسر جدا. نعم. زي ما قلت لحضرتك بدانا 95 كنا ثلاثه وجانا الرابع. نعم. صدقني دلوقتي زي ما اصاب اسحاق ماء الضعف حاليا 400 على الأقل. أيوة. من خدام ما بين متفرغين ما بين فولنتيرز معانا. تأثير دكتور ناصر. نعم. في جيل كامل. صحيح. في جيل كامل. صحيح. وأنا أثق أنه تأثيره هيستمر أكتر وأكتر. نعم. أخويا الغالي دكتور ناصر مفيش واحد زي ما ذكر بعض الأحبة قعد معاه كبير ولا صغير إلا ما كان فيه تأثيرات أبدية. أمين. صدقني. أمين. فالعطاء العطاء بلا حدود. نعم. المحبة فعلا بلا شروط. شكرا الله. تحس معاه بالأمان والراحة الغير عادية. التأثيرات بتاعته عمره ما فكر في نفسه. عمره ما فكر في نفسه، دايما يفكر في الغير. لو اختلفنا لو شدينا هو يشد معاك ليك، عشان مصلحتك ليك، هو بصفك مش عشان يمشي رأيه وقول كسبت موقف. كل مرة اختلفنا وتشوفنا تلاقينا بعد ما حطينا نقطة التفاهم يزيد. المحبة تزيد، القبول يزيد. عشان كده أنا عايز بجد يعني الحفرة الفية في قلبي عميقة 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 في اسم يسوع، مش هيملها غير الرب. أمين. والأتقية. أمين. اللي زي الغالي. أمين. صدق. أمين. شكرا ليك يا دكتور وجيه، كلام مؤثر وكلام من القلب. خلينا نستقبل مكالمة غالية جدا من الدكتور منصور خليفة، شقيق أخونا الحبيب الدكتور ناصر. دكتور منصور أهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا جماعه القسيس، ربنا يباركك ويبارك القناه والقائمين والعاملين فيها، ويستخدم هذا العمل لمجد المسيح قبل كل حاجه. بالراحه بضيوفك الكرام، ربنا يبارك. شكرا. شكرا ليك يا دكتور منصور، كنا بجد نتمنى تكون موجود معانا، بس عندنا عدد كبير من الاحباء، ومعانا هنا الحقيقه مدام نسرين ومدام نانسي كان نفسنا برضه يشاركونا لولا العدد، بس انا بشكرك انك معانا على التليفون. دكتور منصور، حضرتك شقيق الدكتور ناصر، كلمتنا مدام ساندي عنه كزوج، وكلمونا الاولاد عنه كاب، نفسي تكلمنا عنه كاخ، نشأته، حياته في البيت، دعوته للخدمه، ولو في دقيقتين ثلاثه بالكثير تقول لنا ازاي كان فعلا من بدايته إناء معد للكرامة ليحمل اسم السيد. يعني أنا كلام على نظر جناب الأسيس هيبقى شهادة مجروحة تماما في حقه للسببين. لأن ناصر أخويا بالجسد. أيوة. ده حاجة، لكن الحاجة الثانية أنا عمري 52 سنة. نعم. 52 سنة إحنا لم ننفصل عن بعض إلا في فترة الخدمة العسكرية. يعني حتى بعد ارتباطنا وجوازنا شوائنا جنب بعض. نعم. كنا تقريبا بمعدل أسبوعيا لا نتقابل لا نتصل لا نتكلم مرتين ثلاثة. نعم. لا نروح البلد نقضي الليلة كلها. نعم. لكن أنا خليني عشان شهادتي تبقى لمجد الرب هتكلم عن الرب اللي في ناصر والرب اللي شاف في ناصر. نعم. اتفضل
اتفضل يا دكتور. ناصر كان شخص عنده قدره غير عاديه على تحمل مسؤوليه جنب قسيس. نعم. حتى من واحنا صغيرين، فممكن احنا اخوات الصغيرين نخطا نفاجئ ان هو اللي اتحمل العقاب بكل رضا وشكر، وحتى لما كبر كان عنده استعداد انه يتحمل مشاكلنا وعيوبنا واخطائنا بدون ما يوجه لنا لوم، وده علمنا قدره التحمل انه ازاي يوقف في الصغر مش من اجلنا احنا كعيله لكن من اجل البلد كلها. نعم. فهو شخص كان متفرد الله بدا يعمل فيه من هو صغير. نعم. لما بدا يدخل في ثانويه عامه الرب اوجد في حياته بعض الاحداث وبعض الاشخاص في الثمانينات قرا كتاب عن ثوره الاتزان والمحبه. نعم. وبدا يبقى جواه ثوره حقيقيه كيف يغير العمل الروحي على مستوى القريه وعلى مستوى المدينه. وانا اعتقد ان الرب بارك واحسن اليه انه مش على مستوى القريه والمدينه ده على حتى على المستوى العالمي. صحيح. قدر يغير هذا الامر بالحب. ناصر يعني الرسول بولس لما بيتكلم على التوبيخ عنده قدره عجيبه الله قاله بنعمه غير عاديه كيف يوبخ بكل هذا الحب. نعم. كيف يعاتب، كيف نعم. يزهر الاخطاء في حياتنا احنا حتى كاخواته نعم. او كعيله كبار كنا وصغيرين بدون ما في الاخر ما نحس ان احنا قايمين نسلم كلنا في حضنه واحنا فخورين ان لينا هذا الشخص. امين. 83 او 82 كان الدكتور عادل وهبه بدا يعمل نهضه قويه في سوهاج واحنا كنا ساكنين جنب الجمعيه. نعم. وبدا ينصر تبدا الملامح الروحيه لدعوته وخدمته ومن وقتها رجع كنا لسه في الثانويه عامه بدا هو يتجه للتغيير في البلد بكل حب واتزان مع الكبير ومع الصغير وبدون ان نشعر اكتشفنا انه عنده تفاصيل التفاصيل لكل الافراد في الكنيسه وفي البلد ويقدر يعرف لكل واحد ازاي يوصل للحته اللي جواه الاحتياج النفسي واحتياج الروح الحقيقي. نعم. عشان كده ناصر لما بيولد ناس في الايمان مش بيولد مؤمنين صدقني احنا من احسان الله اليه انه بيولد ابطال وجبابره بقت على مستوى الخدمه. الرب احسن الينا في حياه ناصر 55 سنه انا بشكر الرب من اجله انه الرب شرفني ان انا ابقى ملازم 152 سنه اكرم العيله 55 سنه قدر يغير في حاجات كثيره برؤيته الرائعه كان دائما وابدا هو الذي يتجسس الارض من اجلي انا رقم واحد ان هو كان سابقني في ثانويه عامه وانا دخلت الكليه بعديه بالترتيب الالهي وفي جيشي وفي ارتباطي حتى لما ارتبطت لاحظ انا ارتبطت باخت امراه وكانه هو بيتجسس الارض عشان كده انا بقول لك برحيل ناصر مش ظهر اتقطب لكن حسيت ان السند الحقيقي في الارض وان كان احنا نثق في صلاح الله ان كل ما يصنعه صالح وان الله يصنع الكل حسنا في وقته بس رحيل ناصر حتى مراتي بتقول لي انا حاسس ان كبرت 30 سنه انا شفت انا كنت بحلم وكاني عندي 20 سنه على حس لانه عمره ما عاوني هم كنت بروح بتحرك اسافر واروح واجي وانا عارف انه حتى اخطائنا ليها عنده حلول يقدر عليها الناس. احنا كعيلة قصرنا كتير لكن نثق ان الله ما زال عنده اله التعويضات يقدر يكبر كسرنا يقدر يكبر جبرك يقدر كسر الكنيسه والخدمه ونصلي ان كل واحد اتصبر وعاش مع ناصر انه يبقى ياخد روحين من حياه ناصر روحين من رضا ناصر ونكمل بنفس القوه وانا واثق احنا لغايه دلوقتي ما بنقولش لا المرحوم ولا الراحل احنا مصدقين ان ناصر عايش فينا واحنا عايشين نكمل الرساله بتاعته هدفنا مجد المسيح بالتاكيد بدون مجد شخصي لا لينا ولا ليه احنا بنشكر الله من اجله ومن اجل حياته بنشكر الله من اجل رحيله انا لاول مره امبارح اكتشفت عايز اشكر ربنا من اجل الكورونا الكورونا ادتنا 5 شهور احنا استمتعنا بيه استمتاع غير عادي والخدمه كانت تاخده كتير بالتليفونات لكن احنا الرب شاف وكانه الله بيجهزنا ان احنا نشبع منه قبل ما يرحل شكرا الله في الوقت ده استمتعنا بيه على المستوى كعائله نعم. تقريبا ما كانش بعد يوم والثاني وخصوصا بعد رحيل ابويا نعم. كان يضطر يقول لي تعالى نقعد في البلد ونسلم على امك تعالى ناخد اخواتك ونروح وكأنه الله سمع بحدث الكورونا عشان نشبع بناصر اكتر وقت ممكن لغايه ما نتقابل في السماء نتمنى الوقت ده ما يطولش كتير الحياه بدون فعلا لا تستحق شكرا لك امين شكرا لك يا دكتور منصور مداخله قويه وغاليه علينا وبنصلي من كل قلبنا يعزيك الرب ويعزي الكنيسه في مصر والعالم ويعزي كل الاسره شكرا لك الرب يباركك في تليفون تاني معانا الو طه
طيب امين، لغايه ما يجي التليفون اللي جاي. مدام ساندي، نفسي اسالك، مرات الخادم بره بيكون متضايق، مضغوط، مخنوق، زعلان، متعصب، ده وارد، كل واحنا كلنا خدام بنمر بحاله زي كده. هل حالته النفسيه بره كانت بتنعكس على البيت جوه؟ يعني يدخل يتعصب عليك انتوا بقى، يعني هو داخل متضايق، مضغوط، لا حدش يكلمني، متنرفز. وحتى على فكره ده لو حصل ده مش غلط، لكن هل ده الطبيعي بتاعه انه طلع كل ضيق وتعب وخنقه الخدمه ممكن في البيت؟ هل ده كان ممكن يحصل؟ نقدر في دقيقة واحدة ناخد إجابة على السؤال ده؟ لا، ما كانش بيحصل. لو متضايق كان بيعرف يفصل؟ لا، مش بيعرف يفصل. كان لما يبقى متضايق من حد أو موقف يدخل الأوضة يقعد مع نفسه لغاية لما يهدى خالص، أخبط عليه أقول له طب أسندك، طب احكي لي. ما كانش يحكي لي أي حاجة. لولا ما يصفى مع نفسه كده ويتصارع مع الرب ويطلع كأنه لم يكن الموضوع. تمام. فبالعكس عمره ما انعكست ضغوطه بره، يعني طبعا دخلت البيت. يعني شكرا ليكي. معانا تليفون من شخصيه غاليه علينا وكانت غاليه عليها جدا، الدكتور ناصر، الدكتور زكريا استاورو. دكتور زكريا، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امجد، واهلا بيك يا ساندي وكلارا ومركز والضيوف الغاليه. انا مش عارف مين تاني عندك في معانا. الدكتور وجيه قط والاخ جمال حلمي والاخت ساندي ويوسف وكلارا. يا دكتور حبيبي، كلهم غاليين. وسلام الدكتور وجيه. معلش يا دكتور، انا عارف انت لسه جاي من بني سويف زمانك، لسه داخل وكان عندك لايف النهارده، لكن حتى ولو في دقيقه او دقيقتين يعني لازم. انا عارف قد ايه دكتور ناصر كان غالي جدا على الدكتور زكريا استاورو. نحب نسمع كلمه مشجعه للاسره وكلمه عن الدكتور ناصر خليفه. طيب انا طبعا صدقني لا دقيقتين ولا ساعتين ولا سنتين ولا قرنين يقصوا الكلام اللي ممكن يتقال بالنسبه لدكتور ناصر، لكن يعني ده مثال لدكتور ناصر خليفه. طبعا هو صديق وحبيب غالي جدا. نعم. جدا. نعم. وشرفني الرب ان انا اتقدم بسالفي واكلم عن المنطق زي ما انت فده طبعا بيورينا يعني بيوريني قد ايه كان هو بيثق فيا. نعم. واحنا اللي بدانا الخطوبه وكده يعني. فالمشكله الاساسيه كانت بالنسبه لي هي انه كانه الرب اخفى عني زي ما حصل في القصه بتاعت اليشا والشوناميه. كان عندي سلام كامل اثناء المرض، ولكن كان الرب يمكن مش يعني سمح بكده اكيد للخير، زي ما عرفت انه الاف من الناس بيقبلوا الرب بعد الولاده. لكن طبعا كانت صدمه لينا، ولكن صلينا كتير لاجلهم ولاجل ساندي. طبعا انا ان ساندي معاك على الهوا ده بركه كبيره جدا، هي ويوسف وكلارا. ده معناه ان الاف الناس صلوا لان الرب يعزيها. لكن طبعا الدكتور ناصر صعب جدا جدا له في حلقه، وانا بشكرك جدا انك اتعمدت انك انت اهتميت عملت حلقه. لكن طبعا هو يعني شيء مدرس، يعني الدكتور ناصر خليفة أكيد، وطبعا الدكتور وجيه قط كان قال معايا صفة كتير في التليفون بعد الأمر. ده موضوع يدرس، لأنه بالذات فكرة الرؤية، يعني هو خدم معانا أكثر من مرة واتكلم عن الفيجن والميشن والجول سيتنج وإزاي تولد الرؤية. فهو يعني أوضح حاجة بالنسبة للدكتور ناصر طبعا بإضافة الكرم وقوته الروحية، لكن ركز في الحاجة اللي الرب ادهالي وهو ما شتتش. حاولت ادعيه بحلقات تلفزيونية كثيرة وانا هوست علشان يكون بيقدم، بيقول لي لا انا عايز اركز على الارض في السؤال. الغريبة طبعا واللي اكثر من حد كتب في النقطة دي، يمكن حد اتكلم قبلي او بعد، ده ظاهرة طبعا في السوشيال ميديا وفي التلفزيون ما كانش كتير. يعني انا اظن انه ما كانش عنده اكونت على الفيسبوك كمان. مش بقول ان ده شيء ايجابي او سلبي، لكن بقول ان هو كل وقته ركزه على الارض في سؤال. وكان بيقول لي طبعا وقت حد كده قال انه دي المنطقه اللي الرب استخدمه فيها، مع انه لما رقد الرب استخدمه في كل العالم. انا جاتني مكالمات من كل العالم قال مين الدكتور ناصر خليفه اللي تهز الكون وتهزز الدنيا كده، فناس كتير حتى ما كانتش تعرفه. لكن بظن انه ينطبق عليه الكلام بتاع قرص الثانيه 2 اللي هي حاملين في الجسد كل حين ماتت الرب يسوع في صدر حياه يسوع في جسدنا. دكتور زكريا بشكرك جدا، بعتذر لحضرتك باقي لانه باقي دقيقه ونص على الهواء، فانا بعتذر لحضرتك جدا جدا وبشكرك من كل قلبي على محبتك وعلى مداخلتك. حقيقي الف شكر ليك.
عايز اعتذر لناس كانوا المفروض يكونوا معانا على التليفون، لكن بسبب ضيق الوقت جناب القسيس عادل هارون انا عارف قد ايه كان مقرب جدا للدكتور ناصر، الشيخ باسم فكري، الاخ بهجت زاخر، الدكتور عاطف البرت، الاخت ايمان ثروت. انا بعتذر لكم انه الدروب حصل كده، ان عطل فني عطلنا شويه، فبعتذر ليكم. الاخ الحبيب الاخ صميل استفانوس من امريكا بيقدم التعزيه لكل الاسره بالنيابه عن قناه الكارما، بيقول لكم نورتونا في استوديو النهارده وبقدم لكم تعزيات السماء. بعتذر ليك يا صامويل، كان نفسي الحقيقه نرنم اكتر في ترنيمه اتكتبت مخصوص الحقيقه عن الدكتور ناصر، لكن بعتذر لك ان وقت الهوا خلص بسرعه. بشكرك جدا يا يوسف، بشكرك جدا مدام ساندي، بشكرك كلارا، دكتور وجيه، الاخ جمال. انا بالنيابه عنكم كمان بشكر كل الناس اللي شجعتكم وعزتكم. الاسيس عادل هارون كتب تعبير جميل، قال ارتجت المدينه كلها، السوشيال ميديا ارتج بجد في انتقال الفاضل الدكتور ناصر خليفه. عزيزي المشاهد، في نهاية الحلقة بدعوك انك تحضر الحلقة دي مرة واثنين وثلاثة، تعاد يوم السبت وهتنزل على الفيسبوك، ارجوك احضرها مرة واثنين وثلاثة، ولا سيما لو كنت خادم او زوجة خادم او اولاد خادم، كلمات مؤثرة وكلمات معبرة. بصلي من كل قلبي تكون الرسالة وصلت عن قديس معاصر عاش بيننا جسدا ولم يزل يعيش سيرة عطرة. بصلي من كل قلبي رب يكون كلمنا، لمسنا، عزانا، والرب معكم.